بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي مشكلة في الحقيقة، من الأزمانية في السودان يبدو أنها انتقلت معي لمصر. يعني أنا صلاح محمد آدم وليس صلاح أحمد آدم. أنا بعتذر لا حتى في السودان، يعني هي مشكلة حتى بس أنا قلت هي في السودان ويبدو أنها انتقلت لمصر. صلاح محمد آدم، أنا بعتذر لحضرتك. سعيد جدا لوجودي في القاهرة، ممتن جدا أنا لمصر لأنه تدربت في مصر على المستوى الرياضي في اتحاد الشرطة الرياضي، وتدربت على في مصر على مستوى عملية سابق قضاء الشرطة، فممتن جدا لمصر، أحب مصر جدا، سعيد جدا بوجودي في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، وسعيدين جدا جدا ان احنا في مصر، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. الأسود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، وبجد نحن سعيدين جدا متواجدين في مصر، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. صلاح، بداية برحب فيك طبعا في بلدك مصر، واكيد طبعا اتمنى ان احنا نشاهد المباراة الشجاعة بين الفريقين كاسماء كبار في قارة افريقيا. اديت المباراة بمنتهى الروعة في المباراة الاولى وحققت الثلاث نقاط. اكيد الاهلي تعثر وعنده دوافع كبيره جدا، والاهلي دايما عنده روح الفوز دايما في المباريات، ولن يتخلى عن الفوز في هذه المباراه خاصه ان المباراه على ارضه. اكيد عامل حساب كل السيناريوهات دي ودارس فرق الاهلي كمان بالنواقص العدديه اللي هتكون موجوده. تقديراتك ازاي شايف ازاي المواجهه دي يعني بهذه الخواص؟ يا عم انت كتبت النهايه، يعني الاهلي لن يتخلى عن الفوز خلاص، يعني ما فيش داعي للتحضيرات. انتوا دايما بتعشقوا التحدي. اللعب مع الاهلي في حد ذاته يعني شيء ممتع وشيء جميل، لانه واحد من الفرق اللي تعتبر يعني رسم التاريخ كبير جدا على مستوى كره القدم في العالم ككل، وليس على مستوى كره القدم في افريقيا فقط. احنا سعداء جدا باننا بنلاعب فريق القرن، وسعداء جدا باننا بننتمي للهلال، فريق كبير جدا في القاره الافريقيه، فريق كبير جدا في السودان. بنحمل امال وتطلعات 37 مليون، ما زي الاهلي يعني 120 مليون. ونتمنى ان شاء الله اننا نقدم مباراه تليق بالعلاقه الطيبه جدا بين الشعبين، وتليق بالمستوى الفني للاسمين الكبيرين، ونسعى بجديه شديده جدا لاننا نخرج بنتيجه ايجابيه من هذه المباراه. طيب مباراتنا مع الأهلي فريق كبير جدا، والهلال برضه فريق كبير، فنحن إن شاء الله جاهزين ونقدم نتيجة إيجابية إن شاء الله. بالنسبة للكابتن عمار، الحمد لله يعني تعافى تماما وشارك في اخر مباراة دورية أداها فريق الهلال يوم السفر إلى القاهرة. من ناحية فنية ومن ناحية بدنية ومن ناحية صحية هو جاهز تماما، بتبقى بعد المسألة بتاعت الخيارات الفنية بتاعتنا نحن كجهاز فني، ودي قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. الجمهور، الزيادة بتاعت الجمهور، شوف كرة القدم متعددة في الجمهور، يعني كرة القدم بدون جمهور لا تسوى أي شيء. وإذا كان الجمهور حيشكل ضغط، فالضغط سيكون على الأهلي وليس عليه.